يعطيك العافية جميعا. اليوم بدنا نحكي عن السيركوي كومبيناتوار، طبعا المادة دي بي سيركوي لوجيك. فإذا بدنا نبلش نحكي عن السيركوي كومبيناتوار، شو يعني سيركوي كومبيناتوار؟ أول شيء سيركوي كومبيناتوار هي سيركوي نوميريك، أكيد لما كنا أنا عم أحكي باللوجيك يعني عم أحكي هون بسيركوي نوميريك. بيكون عندها السورتي depend des entrées، يعني السورتي بيتغيروا بحسب الانتري. فإذا أنا بيكون عندي مجموعة انتري وبيكون عندي مجموعة سورتي، السورتي مباشرة بيتغيروا بحسب الانتري. هذه هي السيركوي كومبيناتوار. طيب شو أنواع اكزامبل دي سيركوي كومبيناتوار؟ ممكن يكون عندي ديمي اديسيونور، additionneur complet, comparateur, multiplexeur, démultiplexeur, encodeur ou décodeur. حنشوفهم هلا بالتفصيل وحده وحده. خلينا نبلش بالديمي اديسيونور. فاذا ديمي اديسيونور هي اكزامبل دان سيركوي كومبيناتوار. شو يعني ديمي اديسيونور؟ ديمي اديسيونور هي من خلالها بنعمل سوم، منجيب ممكن عم نعمل السوم، عنجيب السوم اريتميتيك دي دو نومبر ا و ب. فاذا انا عندي رقمين ا و ب مثل ما كنا شايفين بهيدي الرسمه. فاذا ا و ب بدي اجيب السوم للا والب، هدول. فاذا الا والب هن الانتري. على السورتي شو عندي؟ على السورتي عندي اس و ار. اس هي سوم، ار ريتينو او الكاري. طيب كيف بدي اجيب السوم؟ مثلا اذا عندي انا الا 0 والب 0، فاذا الاس شو حتكون؟ 0 بلس 0 0، واكيد ما عندي ريتينيو، يعني الريتينيو 0. 0 بلس 1 اذا الا 0 وال1 والب 1. طيب 0 بلس 1 1، فاذا هي السوم وما عندي ريتينيو، فاذا الار حتكون بهالحاله 0. 1 plus 0 كمان حتكون السوم إيجال 1 ريتينو 0، 1 plus 1 حيكون السوم 0 ريتينو 1. فإذا عندي 2 سورتي 2 انتري. هذا بنسميه سيركوي كومبيناتوار دومي اديسيونار، دو دي أ يعني دومي اديسيونار. فإذا أ و ب، أ يا بتكون 0 يا بتكون 1، ب يا بتكون 0 يا بتكون 1. الأس هي السوم، أر هي ريتينو الكاري. الديمي اديسيونار فينا نحن نرسمه نرمز له بهيدا البلوك بهيدا الشكل. فاذا هو ديمي اديسيونار، اديسيون يعني بلس، عندي اثنين انتري ا و ب او اكس و ايغريك، عندي السوم اس وعندي ريتينو اس و ار. فاذا هن السورتي والاكس و ايغريك هن الانتري. طيب انا فيني هلا ارسم التابلو دو فيريتي لا سيركوي. فإذا أنا عندي X و Y، عندي S وعندي R، يعني هذا الشيء اللي شفناه هلا من شوي فيني أرسمه بالتابلو. فإذا إذا X 0 الـ Y 0، 0 plus 0 الـ sum 0 الـ retenue 0، الـ X 0 Y 1. فإذا 0 plus 1 1، retenue حتكون 0، 1 plus 0 1، retenue حتكون 0، الـ 1 plus 1 سوم 0 ريتينيو حتكون 1. فإذا هلا بقدر أجيب بعدين الإيكواسيون للـ S ولل R. الـ S شو عندها إيكواسيون؟ فإذا عندي هون 1 وهون 1، يعني إذا عندي X بار Y plus X Y بار. أو إذا كنت عم أحكي أنا بـ AB، يعني محل الـ X فيني حط A، محل الـ Y فيني حط B. فإذا A بار B plus A B بار. A بار B plus A B بار. وهيدي شو بتذكركم؟ بالجزور. فإذا إيجال A جزور B. A جزور B هي A بار B plus A B بار. طيب الـ Y عندها بس A هون، فإذا هي إيجال A B. Y فإذا هي إيجال A B. فإذا هلا صار فيني أرسم الـ سيركوي لوجيك، عندي اثنين أونتري A و B. فإذا أول شيء R إيجال A B
فإذن A فوا B نستعمل هون الـ AND وعندي الجزور A جزور B فإذن S إيقال A جزور B اللي هو نرسمه بهالشكل إذا هيدا الجزور هيدا بالنسبة للديمي أديسيونال هلأ صار فينا نرسم السيركوي لوجيك فإذا أنا هأستعمل 2 آي سي الجزور هو 7486 الاند هي 7408 فإذا اونتري عندي 2 اونتري A و B وعندي على السورتي على الاس بحط لاد وعندي الكاري بحط لاد تاني لاد 1 لاد 2 فإذا هلأ إذا في إذا الصوم 1 هتضوي لاد إذا الكاري 1 هتضوي لاد تاني والسيركوي حتكون بهالشكل هيدي إذا ركبناها على التست بورد هتطلع النتيجة يلي شفناها هون بالتابلو دي فيريتي فهيدا بالنسبة للديمي أديسيونال